الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن من أهم المهمات، بل هو أهم المهمات أن يعتني المرء بتوحيده، وأن يعتني بعقيدته، لأن التوحيد هو رأس المال. إذا فقده المرء فقد فقد دينه، وإن حافظ المرء على التوحيد فقد حافظ على دينه، لأن التوحيد يا عباد الله هو سبب دخول الجنات والنجاة من النار. ومن خالف التوحيد ووقع في الشرك برب العالمين فقد وقع في الذنب الذي لا يغفر، والسعي الذي لا يشكر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك يجب وجوباً على كل مسلم ومسلمة أن يعتنوا بتوحيدهم، وأن يراجعوا ويتعاهدوا هذا التوحيد حتى يقبضهم الله سبحانه وتعالى عليه. وذلك لأن شياطين الإنس وشياطين الجن يسعون سعيا حثيثا من أجل رد الناس عن دينهم، ومن أجل إدخال الشرك والكفر عليهم من حيث لا يشعرون. عباد الله، إن من أهم مهمات العقيدة أن يعتقد المرء أن الغيب لله، لا يعلمه إلا الله. قال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عن الشياطين المردة أن يعلموا الغيب. قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فيطلع الله سبحانه وتعالى بعض رسله من الملائكة ومن البشر على بعض غيبه إكراما لهم. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأما الجن فقد بين الله سبحانه وتعالى أنهم لا يعلمون الغيب. قال سبحانه وتعالى كما في قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام عندما قضى الله عز وجل عليه بالموت وكان مستنداً على عصاه، قال سبحانه وتعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، أي من العصا التي كان يتكئ عليها. فلما خر، أي سقط صلى الله عليه وسلم، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلا الجن يعلمون، ولا الرسل يعلمون، ولا الملائكة يعلمون، إلا ما أطلع الله سبحانه وتعالى
بعض رسله على بعض غيبه. فلا بد يا عباد الله أن يؤمن المرء بهذا إيمانا كاملا، فإن اختل الإيمان بأن الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب فإن الإنسان يدخل في شعب الشرك وشعب الشرك وشعب الكفر، وهو الذنب الذي لا يغفر. فعلى المسلم أن يحذر حذرا شديدا، خاصة في الأزمنة المتأخرة التي كثرت فيه الكهانة وكثرت فيه الشعوذة بما تسمى بغير اسمها. عباد الله، إن الكهانة أمرها عظيم وشرها كبير، فقد كانت الكهانة في الجاهلية سائدة، وذلك بسبب قلة العلم وانتشار الجهل. وهذه قاعدة مضطردة يا عباد الله، أنه إذا انتشر الجهل انتشر الشياطين، وإذا انتشر العلم انقمع الشياطين. فعليكم بنشر العلم خاصة في وسائل الإعلام وفي وسائل الاتصال، فإن هذه من الوسائل التي من الله سبحانه وتعالى بها على عباده. عباد الله، كان الناس في الجاهلية يعتقدون اعتقادا عظيما في الكهان وفي العرافين وفي الرمالين ونحوهم من السحرة والمشعوذين الكافرين، فكانوا يسألونهم عن المفقودات ويسألونهم عن الغيبيات ويحكمونهم في الخلافات، حتى جاءت رسالة خير الأنبياء وخير الرسالات، وهي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فانقمع الشياطين وقل استراقهم للسمع، كما قال سبحانه وتعالى عن الجن أنهم قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، كما قال سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فلما جاءت النبوة وجاءت الرسالة وجاء العلم قلت الكهانة وقلت الشعوذة وانقمع شياطين الإنس والجن. ولكن يا عباد الله، عندما يقل العلم ويكثر الجهل يكثر الإقبال على هؤلاء السحرة وهؤلاء المشعوذين والكهنة والعرافين وغيرهم من الكافرين. عباد الله، إن إتيان العرافين والكهنة وأمثالهم هو من قبيل الشرك والكفر. قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فإتيانهم وتصديقهم كفر بالله عز وجل، وذلك لأن هذا يضاد العقيدة من كل وجه، ويضاد الإيمان بأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أتاهم فسألهم ولم يصدقهم فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء في السنن وعند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء في رواية عند أحمد: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فإتيانهم على 3 أحوال: الحالة الأولى أن يسألهم مجرد سؤال، فهذا من كبائر الذنوب العظيمة، فلا تقبل له صلاة 40 يوما. والحالة الثانية أن يسألهم فيصدقهم، وهذا كفر بالله عز وجل مخرج عن ملة الإسلام، لأنه تكذيب بأن الله عز وجل هو المتفرد بعلم الغيب. والحالة الثالثة يا عباد الله أن يأتي إلى الكاهن أو العراف من أجل أن يوقع به، فهذا أمر مطلوب شرعا، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم
مع ابن صياد الذي كان يدعي علم الغيب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يظنون أنه المسيح الدجال، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ليمتحنه ويختبره ويكشف كذبه، فسأله عما في نفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه الدخان، فقال ابن صياد الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقسى عدو الله فلن تعدو قدرك. ومن هذا استدل العلماء على أنه يجوز أن يؤتى إلى هؤلاء الكهنة والسحرة والمشعوذين من أجل كشفهم ومن أجل الإيقاع بهم، كما يفعل ذلك رجال الحسبة ويفعله غيرهم ممن ولاهم الله الأمر، فهذا أمر مطلوب شرعا من أجل القضاء على هؤلاء الدجالين. عباد الله، إن الكهانة والعرافة هي نوع من أنواع السحر والشعوذة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم وتبرأ منهم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والكهانة والعرافة يا عباد الله هي كلها نوع واحد، وهي الاستدلال على أمور بما يقع في الغيب، وهذا يا عباد الله يشمل أمورا كثيرة، فكل يا عباد الله ما يفعله الدجالون من مقدمات يستدلون بها على علم الغيب فهي كهانة محرمة وكفر بالله سبحانه وتعالى. ومن ذلك يا عباد الله ما يفعله الكهان الجدد والسحرة المعاصرون، خاصة في وسائل الإعلام وفي وسائل الاتصال وفي الدورات التدريبية كما يزعمون. ومن ذلك يا عباد الله تحليل الشخصية، فتحليل الشخصية كهانة صلعاء محرمة وكفر وشرك بالله عز وجل، يجب الحذر منها والتحذير منها وإن سموها ما سموها. فتحليل الشخصية ينطبق عليها يا عباد الله تعريف الكهانة تماما بتمام، فهي استدلال بمقدمات على ما يقع في الغيب، فيستدل بشخصيتك على ما يكون في حياتك، فهذا سحر وكفر وشرك يا عباد الله، فاحذروه وحذروا منه فإن الناس قد انفتنوا به. ومن الكهانة يا عباد الله قراءة الأبراج، فقراءة الأبراج في المجلات وفي الجرائد وفي مواقع الاتصال كلها كهانة، فمن دخل عليها مجرد دخول لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن دخل عليها وصدق بما فيها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يا عباد الله الكهانة المعاصرة ما يفعله كثير من الناس وصار مستساغا عندهم والعياذ بالله، ما يفعله من يلعب بأوراق البلوط ونحوها ويستدل بها على ما يكون في نفس المرء، فهذه كهانة يا عباد الله وإن سموها ما سموها. فهم يسمونها اليوم ألعاب خفة اليد، وهي ألعاب الشياطين وألعاب الكهنة والمشعوذين، فالحذر الحذر يا عباد الله، حذر الحذر، التوحيد لا يمس والعقيدة لا تمس، فإن مس التوحيد ومس العقيدة عظيم جدا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا والشكر له كثيرا، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما مزيدا. أما بعد عباد الله، ومن الكهانة المعاصرة ما انتشر في وسائل الاتصال
عند من يسمون بالمحللين الرياضيين، وهم كهنة شياطين. وهؤلاء يا عباد الله انفتن بهم كثير من الناس، ويتابعهم مئات الآلاف منهم، وهم يا عباد الله من الكهنة ومن الدجالين. لا أقول كل المحللين، ولكن هناك محللون يزعمون أنهم محللون، وهم يا عباد الله من شياطين الإنس. وهم هؤلاء الذين يدعون أنهم يتوقعون ما يحدث في هذه المباريات الرياضية، وهم يصرحون بأنه سيقع كذا وكذا، ويقع في الدقيقة الفلانية كذا، وسيسجل الفريق الفلاني في الدقيقة الفلانية، وسيسجله اللاعب الفلاني، وسيكون هناك كرت في الدقيقة الفلانية، ويصحب فعله تقليب لعينه أو زمجرة ونحو ذلك. فهؤلاء سحرة وكهان، وإن صدقوا مرة فهم يكذبون مئة مرة. فيا عباد الله، الأمر عظيم، الأمر عظيم والأمر شديد. فأين الذين يقولون التوحيد عرفناه وفهمناه، وهم لا يعلمون عن أبنائهم من يتابعون في وسائل الإعلام والاتصال؟ فكثير من الناس يتابعون أشكال هؤلاء، وهؤلاء شياطين الإنس، وآباؤهم لا يعلمون عنهم، بل قد يكون الآباء أنفسهم هم من يتابع هؤلاء، ويتابعون التوقعات التي يأتون بها زعموا قبل المباريات، وهي يا عباد الله كهانة وشعوذة. يجب أن يحذر من هؤلاء، وأن يحذر منهم، وأن يفضحوا على رؤوس الأشهاد حتى يتنبه الناس لهم. عباد الله، إن هؤلاء الشياطين يسترقون السمع كما قال صلى الله عليه وسلم، فيصدقون في واحدة ويكذبون في مئة، والناس يصدقون بهذه الواحدة بقية الكذبات. جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الكهان، فقال صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحياناً صدقا. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة يلقيها الجني في أذن وليه، يقرها في أذنه كقر الدجاجة، فيخلطون معها مئة كذبة. فهذا هو حال الكهان، أنهم يا عباد الله يصدقون مرة ويكذبون في مئات المرات، والناس يصدقون بهذه الواحدة بقية الكذبات. وهو نفس الذي يا عباد الله ما يقع ممن يدعي التوقعات في المباريات. فهؤلاء سحرة ومشعوذون، علينا أن نحذر منهم وأن نحذر منهم. وأمثال هؤلاء كثر يا عباد الله، والقاعدة أن كل من ادعى الغيب وجعل عليه مقدمات، أيا كانت هذه المقدمات، فهذا نوع من أنواع الكهانة، علينا أن نحذره. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا، وأراد عقيدتنا، وأراد أخلاقنا بسوء وفتنة، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.